المغربية على رأسنا، على رأسنا أمير المؤمنين محمد السادس. بس لأنه اختنا أنا وصلت معي مثل ما بتقولوا انتهى القهار، ما عاد فينا نوصل خلاص. يا الله عجل نصرك، يا الله يا الله عجل نصرك، يا الله بدي اروح لعند ابني انا. ابنك فين هو؟ ابني في مليليا. كيف دخل ابنك مليليا؟ دخل مليليا مع الناس اللي دخلوا هناك، صار له شهرين بمدرسه اليتامى يعني دار الايتام. بدي اروح لعنده، انا طالبه بابني انا، لازم اروح لعنده. انا جوزي متوفي يعني سلم الحرب، لازم اروح لعند اولادي انا، مالي حدا بهالدنيا انا. نريد العقول يا رب. طفلتي له هنيك يا صاحبي، انت بتديره في بيتك وش يدير هي؟ هيا هتروح عند طفلهم ما يخلوه. هيا هيا انا انتو جوعانين، انا اطفال رايحين جوعانين، بدنا ناكل ما حدا بيقول. يلا يلا ونرجع لله لله، يلا ونرجع لله لله، يلا ونرجع لله لله، يلا. صور صور صور. اجا واحد شد الطفل، هاك قلنا له ليش بتشد الطفل؟ وعلى شد الطفل؟ طفل دافع على طول، شد المراه ومسكها منها. اي قانون يسمح تضرب اللي